نسمع بين أوساط طلبة العلم أنه يرد ويلغي حكم الطلاق لما تقتضيه المصلحة من عدم تفريق الأولاد وضياعهم. هذا عند النصارى ألم تشبههم بالنصارى؟ لأن النصارى هم الذين لا يجيزون الطلاق ويلزمون الزوج بامرأته طول حياته لا يطلقها، يسمونها جيزة نصارى، عند العوام يقولون جيزة نصارى والعياذ بالله. فاللي يقول إن الطلاق في هذا الوقت لا يقع لأنه يفرق، هذا هو كلام النصارى تماماً. نعم.